اصحابي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده الفيديو هيكون عن السبلايز بتاعت المدرسه. احنا قررنا النهارده هنعمل جد للحاجات القديمه عندي. بصراحه يا جماعه احنا السنه دي قلنا ان احنا الاول هنجمع كل الحاجات اللي موجوده عندنا وينفع نستخدمها السنه دي وهنكتبها عندنا وهننزل نجيب الحاجات اللي ناقصه وخليكم معانا، هناخدكم معانا واحنا بنشتري وبعديها هنيجي نتفرج على الحاجات اللي احنا اشتريناها. اول حاجه موجوده عندنا دول كانوا موجودين عندنا من السنه اللي فاتت، وبصراحه الباكت ديت كان فيها عدد كبير قوي، يعني بصوا فيها كتير يعني، فبصراحه جوتي يعني خمسه وكل واحده فيهم فيها خمسه ده غير الستيكرز اللي موجوده على الجناب، فبصراحه انا مش هجيب تاني السنه دي، فدول كده الحمد لله اول حاجه عندي انا مش هجيبها السنه دي. ودول على فكره سعرهم السنه اللي فاتت يعني كان حاجة بسيطة، يعني الخمسة مع بعض ما كانوش مكملين 5 جنيه 6 جنيه، لا 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 15، احنا كنا جايبين 3 ب 15. احنا كنا جايبين 3 وقعدوا معانا فدول اللي باقيين وكان سعرهم حلو قوي فمش هنجيبهم السنة دي. دول ستيكرز كانوا عندي، دول فكرتهم ايه؟ كراسات ستيكرز على اشكال، يعني مثلا دي كده بصوا اهو ده ستيكر كده اهو، دي عشان نزين بيها الكراسات يعني وكده عشان اسطر وازين واحط ستيكرز وهكذا. بصوا عندها كتير ومليانين لسه ما استخدمتهمش خالص، فبصراحه وبعدين هي عندها اشكال كتير يعني شكال. انا ما اعرفش الاسماء، اسمهم ايه دول يا جوتي؟ مش دي برنسس ودي دورا ودي صوفي او صوفي على حسب انتوا بتقولوا عليها ايه، ودي باربي. فطبعا احنا مش هنشتري لان زي ما انتوا شايفين عندنا منهم كتير، ودول انا كنت جايباهم السنه اللي فاتت وكانت الواحده تقريبا فرنج 5 جنيه، فبرضو هيوفروا عليا السنه دي، مش عارفه السنه دي بقوا بكام بصراحه، بس مش هنجيبهم برضو السنه دي. وبرضو كان عندنا الوان خشب، الالوان دي يعني ده الاستخدام بتاع جوسي السنين اللي فاتت كلها، لما الوان بتستهلك تمام الباقي احنا بنجمعه كده زي ما انتم شايفين في تشكيله، بس هو للاسف في الوان ناقصه، فاحنا ممكن نخلي دول للبيت وهضطر اجيب علبه تانية للمدرسه لان في الوان مش موجوده فيهم، فخليكم معانا احنا هنجيب كده محتاجين الوان معانا فهنشتريها. يعني ايه تاني عندنا يا جوسي؟ دول بصوا بقى دي فواصل، يعني استني اوريكم واحده مثلا منها، فواصل الكتب ده انا مستخدمها دي نوت كانت عندي برضو مستخدمتهاش اهي، وما فيش ورقه اتكتبت فيها حتى فلسه عندي لحد دلوقتي. دي ستيكي نوت كانت عندي السنين اللي فاتت، يعني من جونيور سي ما كنتش بستخدمهم لان ما كانش في حاجه استخدمها، دلوقتي بس في الدراسات مثلا ممكن استخدمهم كده، فانا هجيب دي. وصراحه مش عايزه اجيب اشكال لان لو جبت اشكال مش يعني هكتب الاقي شكل جاي كده فمش هعرف اكتب، فدي حلوه. دي الفواصل اللي جوسي كانت بتقول عليها اهي يا جماعه شكلها، كانوا زمان يعني اللي يعرفها كنا مسمينها دبابيس خرايط اهي عشان تبان بالالوان بتاعتها، الوانها تحفه، في الوان تاني اهي، هي عندها كميه بصراحه حلوه، فبصوا الواناتهم حلوه دلوقتي بقوا بيستخدموها كمان بدل الفواصل في الكراسات، يعني ممكن نعملها كده من الجنب بالوان مختلفه فمش هنجيب منها برده. في فواصل ستيكي نوت صغون بس انا كنت خايفه يعني مش عايزه اجيبها الصراحه لان انا خايفه اجيبها احطها الاقيها اتنت، فانا بصراحه دي معدن فدي دي معدن فمش هتتنى. دي حاجه تانية برضو للامهات عشان الاسعار بقت غاليه جدا وخصوصا سعر الورق، ساعات كنت بشتري دسات ورق علشان خاطر تذاكر فيها، فالسنه دي بصراحه انا فكرت ان جمعت كل الكراسات بتاعت السنه اللي فاتت وكلنا اكيد عندنا ده. جوسي بتستخدم عندي سكتشات اللي هي كبيره، بصوا حجمها شبه ورق الفلوسكات بالظبط، فهي كان عندها بصراحه كتير قوي السنه اللي فاتت، فانا قررت السنه دي ان انا مش هشتري ورق فلوسكات وجمعت كل الكراسات اللي كانت فاضيه من السنه اللي فاتت وهخليهم للمذاكره. تمام، فكده انا وفرت 8 ورق للمذاكره، فدي طبعا دي الكتب الخارجيه طبعا، وطبعا دي بقى يا جماعه الكتب الخارجيه دي بصراحه انا يعني اكيد جديده جايبها لها كده من اسبوعين 3 يعني عشان بنحضر بقى للدراسه وكده، فدول الكتب الخارجيه وكنت جايباهم كان في خصم عليهم 15%، فدوروا هتلاقوا اللي لسه ما جابش خصوصا كتب سنه 6 بتنزل متاخر شويه، دول كانوا نازلين كان عليهم خصم 15%، فدوروا في مكتبات بتعمل خصومات حلوه يعني على الكتب فدوروا هتلاقوا في خصومات.
ايه تاني يا جوسي كان موجود عندك؟ اه دول كانوا الوان كلهم عندي، وفاضل منهم لسه ما خلصوش. دي كانت جمعة عندي في بريكاسل فلسه كبيرة فما خلصتش. بس يا جماعة الجمعة لسه بحالها، فبصراحة انا مش هجيب تاني يعني، لانه ده تكفيها ليها وللزمن يعني. ايه تاني يا جوسي؟ دي برية انا بحبها للالوان. على فكرة يا جماعة البرية الحديد ديت اللي يلاقيها يجيبها، لان فعلا دي بقى لها عند جوسي سنتين تلاتة. عايزة اقول لكم معدن بتعيش وبتبري حلوة قوي، فنوعها حلو يعني، عدى علينا كتير بس دي عاشت اكتر حاجة عندنا يعني. دي للالوان وما كانتش مكملة على فكرة يعني، كانت بعشرة جنيه تقريبا. دي مساطر عندها برضو جديدة، في مساطر طويلة ومساطر تانية اللي هي العشرين سنتي 30 سنتي 20 و30 سنتي. ايه تاني يا جوسي؟ الالينا دي بقى دول كان طقم على بعضه كنت جايباه برضو، و هما الالوان دول في الوان ناقصه وقربوا كمان يخلصوا فمش هيقعدوا معايا السنه كده، لان احنا استخدمناهم وما عندناش تاني، فدول لو خلصوا احنا مش هنعرف. فاحنا دول بريما، دول ماركة بريما مش عارفه هتبان ولا لا اهي. وكان عندها على فكره حبر، بس الحبر والجل مشكلتهم اللي هم بيبقى فيهم سنه جليتر، دول كانوا عندها طقم تاني بس خلص بسرعه جدا. عايزه اقول لكم يعني كان عندي برده القلم دوت كان متبقى برده، ده كان برده طقم من السنه اللي قبلها. وده بريما برده يعني، انا بحب في الالوان بريما اكتر. دول كانوا قلم جاف على اشكال، دي بتشخلل كده، ودي شكل يونيكورن، وعلى دي شكل شكلهم عشان الكاميرا بس يبانوا للاطفال. هي بس دي فيها حجاب ومن فوق هنا كده فراشه، ده الشكل الثاني، شكل الفراوله. بصوا الشكل ده كمان، فبصراحه يعني مش ناويه السنه دي اجيب تاني يعني. احنا كده عندنا ثلاث اشكال للدلع، هم مش عملي قوي يعني وخطهم خفيف شويه، بس احنا جايبينهم للدلع فمش هنجيب منهم برده السنه دي تاني يعني لما يخلص. ودول على فكرة انا كنت جايباهم كان الواحد فرنج من 15 لـ20 جنيه يعني. ده برجل كان عندي، كنت باخد كورس رسم فده عندي لحد دلوقتي والسنون معاه، وده برجل فيعني كويس جدا. مش هنجيب، بابا هيدعي لنا يا جوسي على الحاجات اللي احنا عمالين نوفر فيها دي. قلم رصاص ده باقي من وسط دستة، كان عندنا دستة ده اللي باقي منها، فطبعا هنحتاج القلم الرصاص بنستهلكها كتير قوي. كان جوسي بتحب تستخدم في بريكاسل، فهنزل اشوف بقى، غالبا ممكن ما نغيروش بس هنوريكم الحاجات اللي احنا هنجيبها. انا هجيب احسن من وراك. وماله؟ ليه عايزاه؟ تؤمري. ده قلم سنون يعني بصوا، وبيتبرى عشان مثلا في ناس مش تحبه تخين، فاهي بيتبرى من هنا. دي البرايه بتاعته اتحط كده بس مش هبقي ده للاطفال يا جماعه اللي هم الصغيرين اللي مش بينفع معاهم السنون ولا الرصاص بدل ما نبري. وبصوا دي علبه السنون بتاعتها، بصوا هي ما استخدمتهوش بصراحه كتير، بصوا العلبه كامله اهي وممكن يتبرى ويترفع السنون بتاعتها اهي. وبرده كان تقريبا بالسنون بتاعته كان عامل 25 30 جنيه في الرينج ده يعني. تاني ده قلم اسود روتو، انا كنت بجيب روتو السنه اللي فاتت بس جبت منه دستة، بس حسيت ان انا مش يعني عايزه حاجه تكون جل او ليكويد. ننزل ونشوف يعني. ده قلم ازرق بيتمسح بس قرب يخلص، هجيب واحد تاني. ده قلم ازرق بيتمسح، دي الجومه بتاعته يعني اتكتب عادي قلم ازرق ويتمسح، انا بجيبه ساعات بس مش لامتحانات عشان ما يتمسحش قبل ما الورق يتنقل يعني. ده بالنسبه للقلمه اللي عندها، فاكيد طبعا احنا هنحتاج. ومن الحاجات برضو اللي مش هنشتريها السنه دي لان الاسعار فعلا بجد غاليه قوي السنه دي، المقالم، لان احنا عندنا بصراحه كذا واحده. بصوا ديت دي المفضله عند جوسي، مش عارفه ليه بحبها قوي عشان سيمبل قوي. ودي انا كنت جايباها السنه اللي فاتت وكانت حجمها كويس يعني، كانت كبيره ويعتبر جديده حالها ما فيش اي حاجه، وخامتها بجد حلوه قوي وسعرها كان عامل فرنج 25 30. وفي عندنا دي موجوده، وبصوا بقى كان في ديت، دي خامتها تحفه يا جماعه، انا بحبها قوي. بصوا الخامه من جوه هي جديده يعني، التقفيل بتاعها ما فيهاش بصوا الهوا، هي والشنطه، لان برضو انا مش هجيب شنطه السنه دي. بصوا الشنطه عامله ازاي، خامتها تحفه. دي انا كنت جايباها هما الاثنين وكان معاهم لانش باك، بس للاسف يعني اللانش باك بتاعتنا مش موجوده، ف
كانت عامله فرنش 350 السنه اللي فاتت، وبرده الشنطه بحالها. انا عندي جوسي بجد بتحافظ على الحاجه، فمش هجيب شنطه السنه دي، وخصوصا ادي اللانش باج الثانيه جبتها لها انا، وفي عندها شنطه كانت برده طالعه كانت عاجباها جبتها لها، كانت عامله فرنج 250. فانا مش هجيب بصراحه شنط السنه دي ولا مقالم، الحمد لله يعني وفرنا. في دول انا بحبهم صغيرين كده، لما بعمل قصه مثلا او حاجه بيطلبوها مني في المدرسه بطبعها، بدل ما اعملهم بدبابيس بدباسه يعني، بعملهم بدول عشان الدبابيس ما تتفكش يعني، الدباسه الدبابيس بتاعتها ما تتفكش. والدباسه دي بصوا على شكل دولفين اهي، دي كانت جوسي اللي مختارها، دي كانت تقريبا عندها بقى لها سنتين ثلاثه، كنت جايبها لها عامله 20 25 جنيه في الرينج ده. كل سنه بنجيب الدبابيس بتاعتها، بس فاحنا كده محتاجين دبابيس ليها. انا عايزه دبابيس ليها. ودي ماركه ديلي اهي، ده عدد كان عندي كنت باخد كورس يو سي ماس دوت، مش ضروري قوي يعني، ده للناس بتاخد كورس وكده، بس انا غالبا ممكن احتاجه السنه دي في الماس يعني، علشان انا باخد السنه دي بقى ارقام كبيره ومليون بقى والحاجات دي، فممكن احتاجه فمش هجيبه يعني. وبكده نكون خلصنا جرد للحاجات القديمه اللي كانت موجوده عندنا السنه اللي فاتت. هناخدكم في جوله معانا نوريكم الحاجات اللي احنا اشتريناها. تعالوا معانا الاول اتفرجوا على الجوله، وبعدين تعالوا نفتح الحاجات دي. انا متشوقه اكتر منكم ان احنا نفتح الحاجات الجديده دي مع بعض يا جماعه. وطبعا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ويا ريت شير عشان انا بتبسط بالحاجات دي جدا. يلا بينا. استني في انواع ثانيه، تعالي نشوف. دول حلوين ولا دول لا؟ دي فيها لا، دول ما كانوش حلوين عندك منهم اصلا، مش حلوين. دول حلوين، دول انا بحب اقول نوعه. في دول بتجيبوا من دول؟ ها؟ دي فواصل للكتب؟ دي صغيرة، دي متقسمة لثلاثة. انت عندك الحجم ده في البيت. بس دي خلاص حلوة دي. حلوة دي عايزاها؟ اه بصي دي فيها اشكال وكده. ناخد دي البيربل ولا تاخدي انهي؟ خلاص ماشي بقى، تاخدي ده خلاص ماشي. وعايزه ايه تاني؟ عايزه كوريكتور. اختاري بصي واحد سايل وواحد سايل. ايه ده؟ اختاري واحد وواحد. شايفه انا على حسب السن، عايزه اشوف سنها. خدي حاجه سنها رفيع عشان كده انا بشوف. لا ده احسن، ده سنه عارفه. او الشرايط، او الشرايط. ودوت بيتلزق بيه حاجات. ايه فيبر كاسل؟ فيبر كاسل دي دي حاجات وينفع اعمل بيها الكيبورد ومش عارف ايه والزق بيها. يلا اختاري، عايزه انهي كلر؟ براحتك اللي انت عايزاه. لا ده انا مش بحب الاخضر، المواد يعني مثلا مادة الانجلش مثلا اخضر. طيب وعايزه من اللي تحت دول ولا عندك كده؟ الشفاف ده شكله حلو قوي، حلو بس صغيره صح؟ اه شوف العلم متقسمه دي، عارفه حاجه متقسمه. دي شبه اللي، لا دي شبه اللي معاكي، لا تستنى اللي بتتكسر. دي اكبر حاجه دي، دي احلى. دي بصي لا صغيره جامدة أوي، لا جامدة أوي. عايزة حاجة زي كده، ما عنديش مشكلة، بس أنت كنت عايزاها كبيرة. كان في واحدة في دماغي اللي هي الألوان دي. هما دول أنت بتتكلم على دول؟ حلوة أوي دي. لا بصي دي ولا عندك كتير؟ دي حاسة دي صغيرة. دي برضه شغلها حلو. ها انت قلتي دي ولا دي؟ مش
دي عملية. عايزة الدرجة دي ولا عايزة الدرجة الفاتحة؟ أنا رأيي خليكي في الدرجة الفاتحة. أنا حاسة دي لا عشان دوت الكلام من تحتيها هيبان. هو درجة ولا لا؟ دي ماركة. الماركة اللي مع نفسينا أنضف بكتير. دي طبعا. حاسة إن دي أحسن كده والباكجينج بتاعها أحسن. هو بصي في دي وفي الحديد دي خلاص هي تاخد دي دي شفافه انا عايزه حاجه عشان اداني بيها جربي ايه اشكال كتيره اخضر ايه انا كنت لقيته مش كنت هختار حلو قوي الزرافه دي معلش حاجة في الروزات بقى يعني انا الروز دي عجباني يا دي او دي يا دي يا دي يا بومة دي البومة دي جامدة برضه يا رب بومة ده ده لا انا مش عارف خلاص لا غير ولا دي لا 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 دي مستفزة دي يا دي البنت الثانيه بنات شويه انا مش عارفه انا هعمل عليهم السته دي ولا دي اه ايه اكتبها بس تكتبها افتكروا بقى جوز اختار ثاني مش عارفه ايه ده معلش يعني على يعني دي ايه دي مش عارف هي دي اللي بتتحط لما بيبقى في حاجه ورمه جرح بتاع بتاعه ده ولا هي دي ده محلول ممكن احط فيه محلول ونعلقه بالعكس طب عايزه اني بقى مالها دي بدل اللانش بوكس نعم حلو علبه الثلاجه لا استنى والله يا ابني ده انا زمان كنت باخد فيها كنت ببقى برنسه في الفرن ورجعنا لكم تاني علشان نشوف الحاجات اللي اشتريتها انا متحمسه جدا 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 اي وانا متحمسه جدا 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 احنا وبابانا الحمد لله دفعنا ايه يعني مش عايز اقول لكم يا جماعه كده وموفرين اول حاجه انا هوايتي الرسم فبحب الرسم جدا فجبت بقى حاجات للرسم جبت الالوان الميه دي دي 12 لون اهي ودي باليت كده بتتحط فيها الالوان وريهم حاجه من جوه برضو اهي يا جماعه دي باليت للالوان بتتحط فيها كل اللون وكده دول فرشتين كانوا ناقصني يعني درجات ناقصاني اهي دي كانت الفرشه تقريبا عامله 5 جنيه حاجه كده يعني احنا جايبين من مكان يا جماعه رخيص للي في اسكندريه يعني اكيد عارفين كمال سعد احنا كنا جايبين منه مش داعي لاي حاجه بس احنا على طول بنحب نجيب من عنده عشان حاجه عنده بتبقى جمله واسعارها حلوه وحاجات حلوه قوي يعني مش لازم نجيب عدد يعني ممكن تجيب قطعه واحده كانك هتجيب جمله ده سكتش كانسون للرسم اهو دوت بتبقى الورقه بتاعته تخينه تمام كده دي حطيها هي في فرشه وقعت بس انا بجيبها بعد الفيديو مش مشكله دي بلانشيت انا جبتها طبعا انا كنت محتاره ما بين واحده كده كان عليها دي كان عليها حوارات يا جماعه دي واحده كان عليها بومه كنت محتاره ما بينهم بس الاجماع كله كان على دي يعني فهي دي بص من ورا اهي انا اللي اخترتها دي يا جماعه على فكره هتنكري هتنكري اهي بس هي جوسي بتحب اصلا البينك والبيربل والالوان دي فهي شكلها هي متدربه يعني ومن جوه اهي تحط الورقه هنا وخامتها كانت حلوه جدا تمام دي كانت عامله فرنج 29 جنيه ونص تقريبا 29 جنيه انا معايا ورقه الاسعار اهي 29 جنيه ونص يا جماعه دي دي اقلام جاف اهي انا بسطر بيها وبحطها مع الستيكرز اللي كانت عندي على فكره النوع ده انضف نوع على فكره يا جماعه النوع ده حلو جدا تقيل والسن بتاعه حلو قوي ده كان سعره عامل 49 جنيه جايبينهم جمله ب 49 جنيه جبت الهايلايترز دول انا اخترت اكتر درجات بحبهم اهو
اللون الفسفوري دوت والبينك والاخضر هو ده الواحد كان سعره عامل الواحد لوحده زي ما بقول لكم كده زي ما تجيبوه على بعضه ده كان عامل 20 جنيه تقريبا فالباكت كلها كانت على بعضها عامله 80 جنيه بس بصراحه هي جوسي بتستخدمهم كتير فانا قلت اجيب لها الاربع الوان يعني دي الوان انا قلت لكم ان في الوان ناقصاني الاسود بقى والحاجات دي فجبت الكالرز دي احنا كملنا بقى يا جماعه جبت بقى كالرز كانت ناقصاني فجبتها اهي جبت دستة من الليما فيبري كاسل دي اهي انا بحبها قوي نفتحها نوريهم شكلها من جوه فيها 12 لون للمستجد في الموضوع دي انضف قلم رصاص احنا استخدمناه هو 2B ده اتقل قلم يعني القلم ده بيبقى تقيل قوي ولما بنيجي بنمسحه بيبقى حلو يعني مش بيلغوش كده لا نوع حلو جدا يعني دول كانوا عاملين الدستة ال 12 كانوا عاملين فرنج كام يا جوسي يعني كانوا عاملين فرنج 54 جنيه يعني القلم اقل من 5 جنيه يعني فطبعا دول موفرين جدا لان لما بتجيبهم من مكان قريب سعرها بيبقى اعلى من كده فالدستة على بعض القلم اقل من 5 جنيه ب 54 جنيه حلو جدا يعني للسنه كلها دي مسطرة عجبتني قوي انا عندي مسطر بس دي كانت متدلعه وفيها اشكال كده اهي بتتفتح بقت فيها اشكال بقى وكده انتي بوريهم الاشكال عشان التصوير بصوا يا جماعه اهي دي عجبتها قوي ولونها كان حلو كان في الوان تانية برضو حلوه بس عشان احنا يعني اللون ده بنحبه قوي بصوا الستار والسهم والحاجات دي بتنفع معاها قوي في تزيين الكراسات فاحنا جبناها لان اللي كان ليها لازمه مختلفه عن اللي عندنا وكان سعرها برضو كانت ب 4 جنيه ونص يا جماعه دي عامله عند كمان سعر 4 جنيه ونص انا كنت جايبه الكوريكتور الاثنين دول النوع ده حلو قوي والسن بتاعه كده رفيع اهو انا بحب السن ده قوي مش تخين مش بيطلع كتير يعني ممكن نعمل عليه حته صغيره فانا جبت ده برو ماكس وده ام ان جي ساكورا ده كان عامل 15 جنيه ده بصراحة جوسي بتستخدمه في المدرسة اكتر لان ما بيبقاش في وقت ان هي تستنى ان هو السايل ده ينشف فالسايل ده كان ب10 جنيه وده كان عامل 15 جنيه ده للبيت وده للمدرسة وده ناشف يعني بيتحط كده على طول رول بيتكتب عليه على طول جبت الجلو ده انا بحب النوع ده جدا تمام فانا جبت الحجم المتوسط ما جبتش صغير ولا كبير انا عجبني فجبته عايزه اقول لكم ده كان سعره حلو قوي برضو ده كان عامل 7 جنيه ونص والنوع ده على فكره حلو جدا يعني بيلزق حلو قوي 7 ونص يا جماعه ده جبت البرايه دي زي ما قلت لكم الثانيه دي كانت للالوان جبت دي بقى دي فتحه صغيره وفتحه كبيره بتتقفل كده على طول وبتتفتح اهي تحوش البري هنا اول ما تتملى اروح افضيها عشان ما افضلش كل شويه اقوم كل شويه دي سعرها كان 8 جنيه يا جماعه دي ب 8 جنيه طبعا سعرها جمله حلو جدا دي ب 8 جنيه يعني خامتها الماتيريال بتاعتها كانت حلوه قوي جبت دبابيس للدباسه الدولفين دبابيس الدباسه جبت النوع ده حلو دي العلبه كامله كانت عامله 7 جنيه المقاس ده دي كانت عامله 7 جنيه يا جماعه كلها حلوه جدا طبعا يعني ما بنجيبها برده من مكان قريب اللي هي جنب البيت يعني المكاتب الصغيره بتبقى سعرها اغلى من كده بكتير فسعرها حلو قوي برده جبت السكتش دوت عاجبني قوي بجد ده هارد كفر سلك وده فكرته بقى مختلفه ده 9 مواد ايه بقى 9 مواد يعني كل ماده بلون يعني دي كده ماده بعد كده كده مادة انتوا بقى تعلموها اللي انتوا عايزين الالوان بتاعتها انتوا بقى تخلوها فكرتكم بس دي طبعا بقى للملاحظات للتعريف للحاجات المهمة ده كان سعره بصوا يا جماعة هو كبير يعني في كان منه صغير بس احنا جبنا الكبير عشان يلم الدنيا كلها كان عامل 50 جنيه تمام جبت بقى البوتل دي عجباني قوي تتمسك كده وبصوا شكلها اهي وتتفتح كده
ودي على فكرة خامتها من برا حلوة جدا، ودي سعرها كان عامل 60 جنيه. دي بلاستيك فايف. جبت اللانش بوكس دوت، بس هفتحه. اهو شكله، افتحي ورهولهم بقى. انا بصراحه عجبني قوي كمان عشان في تجهيز الاكله حساه يساعدني جدا يعني، وحتى في التنظيف بتاعه يبقى سهل. دي كده، دي مكان السندوتشات جوه اهي، وهنا دي كده اقفليه. هنا ممكن نحط باكت عصير او بسكوت او حاجه. وانا كمان في مساحه هنا. ودي كده علبة تتفتح، ممكن تحط فيها فروت او اي حاجة، ممكن بيضة. احنا مش بنحب البيض المسلوق بس كده، بس ماشي. هنا برضو في مساحة ممكن نشيلها يعني لو مش حابة، تبقى بديلة يعني. وايه تاني؟ وبصوا وفيها تاني واحدة من تحت اهي، يعني ممكن احط من تحت مثلا فروتس او حاجة، ومن هنا كده احط بقى هنا كده مثلا خيار جزر، وهنا ديت ممكن اي حاجة سايلة، ممكن نحط مثلا فيها مكسرات اي حاجة يعني. فبرضو حلوة وسعرها، عايزة اقول لكم دي بقى كان بالنسبة لي مفاجأة. بصوا مكتوب عليها حتى كانت ب59 جنيه يا جماعة، دي ب59 جنيه، فسعرها وخامتها كانت حلوة جدا، فبصراحة مسبتهاش يعني، كان لازم اجيبها. تمام بقى اخر حاجة، سيبي دي كده استني. بالدور يا جماعة، بالدور. جبت بقى قلمة، قلم جبت ازرق، جبت 6 ازرق نوعين. طبعا قلت لكم اللي بيتمسح قرب يخلص، فجبت دوت برضو بيتمسح. ده كان ب11 جنيه يا جماعة، اهو ده كده بيتمسح بالجمل اللي تحت ديت، ده شكله سنه حلو قوي من جوه، ده كان عامل 11 جنيه يا جماعه. جبت من النوع دوت كده واحد احمر، وجبت من النوع دوت ده عجبني قوي، عايزه اوريكم بس فكرته. ده يعني جوهره دايموند، عايزه اقول لكم ده انا جايباه جمله، يعني انا جايبه يعتبر واحد بس منه، وحاسبني عليه جمله، كان عامل الواحد 4 جنيه ونص. طبعا ده سعر حلو جدا للنوع ده يعني. دوت زئبق، انا جبت 2، واحد من النوع دوت وواحد من النوع ده، جبت 2 احمر، وده كان ب4 جنيه صح كده، واحد ب4 ونص وواحد ب4. وجبت بقى منهم، جبت برضو من نفس النوع دوت الجوهر دوت، جبت منه 2، وجبت برضو من النوع دوت بنفس السعر، الالوان جبت مش ثلاثة اسود، جبت واحد اخضر ده بريما عجبني قوي، وجابت برضو من الجوهره نفس النوع عشان هي حابه النوع ده قوي وخطه بيبقى حلو معاها، فجبنا طبعا الازرق اكتر حاجه جبناها. برضو اسعارهم الجوهره من 4 ل4.5، برضو الاقلام ديت حلوه جدا، سعرها 4 ل4.5 على نوعها وعلى خطها، كانوا حلوين قوي يعني. كده كل الازرق. جبت ده قلم سنون شكله كده عجبني قوي، بصوا ده كان 7 مللي، انا مسنون 7 مللي، جبت له برضو سعره عامل 29 جنيه ونص، جبت له سنون 7 مللي برضو، دي فيها 12. هي بتستهلك السنون كتير قوي يا جماعه، وسعرها بيبقى برضو هنا غالي قوي. بصوا ده شكل العلبه فيها كذا واحده، النوع ده انضف نوع، وبرضو تبي اتقل نوع. الدسته دي كان فيها 12، كانت عامله 57، انا هنا بجيب ممكن الواحده توصل ل10، فدول ال 12 واحده مش محصله 5 جنيه، فالدسته طبعا افضل، خصوصا هي بتستخدمهم كتير، فسعرهم حلو قوي برضو، فجبنا منهم 12 واحده بس. طبعا لسه الكراسات، بس احنا لسه المدرسه عندنا ما طلبتش مننا، وهي اللي بتنزلها لنا يعني. فبكده احنا كملنا كل الحاجات اللي ناقصانا في السبلايز بتاعتنا، نتمنى نكون فدناكم ونزلنا لكم الاسعار والتفاصيل، ولو نسين حاجه يا ريت تكتبوا لنا عليها في الكومنتس، ونتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي. باي.